رحمة القرآن والنفحات من سنة المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات، ومع أولى هذه الحلقات في هذا الشهر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهرا مباركا علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين. وعنوان هذه الحلقة مشاهد من يوم الحساب. يوم الحساب مشاهده كثيرة وفيها تفصيل طويل، ولكنني سأوجز بقدر الإمكان عن بعض المشاهد التي تكون في يوم الحساب والتي لها متعلق بالحساب، بحساب العباد. لن أتحدث عن المشاهد المتعلقة بالمواقع يوم الحساب أو على الصراط أو على نهر الكوثر، أو إنما سأتكلم عن مشاهد من حساب الرب تبارك وتعالى لعباده. المشهد الأول أن الموازين توضع. الله تبارك وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا مشهد عظيم، وهو أن هذه الموازين توضع ويوضع فيها أعمال العباد، بل ربما وضع العباد فيها فيوزنون بأشخاصهم وبأعمالهم وبأقوالهم. في الدنيا الإنسان الذي ظلم، الذي أخذ حقه، إذا تذكر ذلك المشهد اطمأن، إذا تذكر ذلك المشهد علت همته واطمأن وقال ما أخذ مني اليوم سأجده في تلك الموازين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من المشاهد أن الخلق، هؤلاء العباد التي أعدادهم لا يعلمها إلا الله من يوم الله خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كلهم يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ويكلمهم، يكلم الجميع ويكلم كل واحد على انفراد، كل واحد على انفراد. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر، أي العبد المسكين، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن المشاهد أن العبد سيكلمه الرب تبارك وتعالى
بلغة هو يفهمها، ليس بينه وبينه ترجمان. ولكم أن تتصوروا إخواني أخواتي هذا المشهد، من المشاهد أنه لا ظلم اليوم، يعني في ذلك اليوم يوم الحساب ما في ظلم، كل سيأخذ حقه. يعني لا يتصور إنسان ما يقع في من مشاهد يوم الحساب أن له يعني كالدنيا، ممكن أن تتدخل، أن يكون في تدخل لواسطة ترفعك أو تخفضك، أو ممكن أن تشتري بعض الأحكام والقرارات بجاهك وسلطانك أو بمالك، أو ربما تعاطف معك من يحكم لقرابتك أو لمحبتك. لا لا لا، الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. والحديث القدسي المشهور المعروف يقول ربي تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعدل من مشاهد يوم الحساب العدل. من المشاهد، من مشاهد يوم الحساب، أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره. يعني يأتي الولد مسلم ووالده كافر، لا يؤخذ بجريرة غيره، أو يصنع أخاه فعلا محرما أو ولده فعلا محرما ولم يحاسب عليه. الأصل أن الإنسان يحاسب بما كسب هو، ولكن ممكن أن أحصل في موازين، في موازين يوم القيامة أعمال أنا ما فعلتها، أعمال سيئة أنا ما فعلتها، ولكنني كنت سببا أن فعلها الآخرون، دللت الآخرين عليها فوجدتها في موازين سيئاتي. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى يقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن لو أن إنسانا دل الآخرين على الآثام أو هيأ للآخرين الآثام هم يكسبون الإثم، ومن دلهم على ذلك يكسب الإثم. هذا الذي يبيع الحرام، مثلا يبيع الخمر، الذي يشرب الخمر آثم، والذي باعه الخمر آثم، ويوم الحساب يعاقب على ذلك. الذي باع المحرمات أي نوع من أنواع المحرمات، الذي هيئ الأجواء والمؤسسات المالية للتعامل بالربا، المرابي يأثم، والذي هيئ له هذا السبب يأثم. أي شيء تصور، يعني لو كانت امرأة تخرج قدوة للآخرين، علمت النساء على خلع الحجاب، ثم هي بعد سنوات 20 سنة اهتدت ولبست الحجاب، هؤلاء كلهم يأتون في موازين سيئاتها. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في كتابه الكريم. قال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومشاهد يوم الحساب كثيرة سأتحدث عنها، ولكن بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن مشاهد يوم الحساب. ومن المشاهد أن العبد في يوم القيامة في مسألة الحساب يشاهد ما قدم في الدنيا، يشاهد عمله ويراه واضحا، يعني ما يمكن أن ينكره، يرى ما قدم أمامه. الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله سبحانه وتعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيرى ما قدم ويعلم بما قدم، يعني يذكر ما قدم. يا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. من مشاهد يوم الحساب أن الحسنات تضاعف دون السيئات، السيئات قد تعظم لكنها لا تضاعف. من فضل الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن أنه يضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة. اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يأتي يوم القيامة يجد حسنات وفيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل الموازين حسناتنا جميعا ووالدينا يوم القيامة، وأن يضاعف لنا الأجر والحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف. يأتي يوم القيامة تفتح الموازين حسنات كثيرة يفرح بها، لأن الله سبحانه وتعالى أثابه على فعل الحسنة بهذه الحسنات الكثيرة الوفيرة. شوفوا يا إخواني يا أخواتي، هذا الإنسان، الإنسان التائب الذي انخلع من ذنوبه وتاب إلى الله، كيف الله يضاعف حسناته، بل ويبدل سيئاته إلى حسنات. هذا كلام الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان. أقرأ عليكم ماذا قال الله، اسمعوا ماذا قال. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من مشاهد يوم الحساب أن العبد يرى حسناته تتضاعف
بل سيئاته التي تاب منها، سيئاته التي تاب منها يراها تتضاعف. وهذا حديث عظيم ومشهد صوره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها. رجل، يعني آخر واحد يخرج من النار، يخرج من النار يدخل الجنة، آخر واحد. قال: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. لا يشوف كبار الذنوب، بس يشوف صغار الذنوب. قال: فتعرض عليه صغار ذنوبه ويقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه. الآن يروونها الذنوب الصغار، هو ذاكرها يذكرها، الذنوب الصغار هذه يذكرها، لكن ما يشوف الذنوب الكبار، ما يراها. قال: وهو مشفق من كبار ذنوبه. يقول: الحين ستعرض علي الكبائر الذنوب؟ قال: وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال: فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. رأى النجاة، رأى السعد، رأى الفرج. قال: ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. قال الراوي: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث في صحيح مسلم. الشاهد أن من مشاهد يوم القيامة أن تبدل هذه السيئات إلى حسنات، تبدل سيئات العبد التائب الذي تاب وآمن وعمل صالحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. فالموفق هو الذي يستفيد من هذا الشهر أن يتوب إلى الله وأن يعود إليه وأن يحسن فيما بقي له من عمره. والمشاهد في الحقيقة كثيرة جدا، أكتفي بهذا القدر الذي ذكرته، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا، وأن يحفظ علينا بلادنا وأهلنا وولاة أمرنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين والعالم أجمعين من جميع الشرور. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد.